فريق مولودية وهران ومنذ مواسم عديدة وهو يتعامل بورقة النجاة وضمان البقاء، كان في لقاء اليوم أمام مواجهة مصيرية باستقباله لشباب عين فكرون، مما منح المباراة طابع الاحتراز وعدم التراخي والدخول المباشر في صلب المباراة، لكن حارس مرمى شباب عين فكرون أظهر فنيات في إيقاف الكرة، واكتفى فريقه لأكثر من 30 دقيقة بتحسين الدفاع إلى أن احتسب الهدف في الدقيقة 39 لصالح مولودية وهران. رد فعل الزوار جاء بعد 5 دقائق حين استفادوا من ضربة جزاء تولى تنفيذها بنجاح قائد الفريق دايرة، وبمجرد دخول البديل عواد في الدقيقة 50 من اللقاء براجا يضاعف النتيجة لوهران، وكان بمقدور المحليين حسم المقابلة لصالحهم، لكن ضبابية طريقة اللعب حرمت الجمهور من رؤية أهداف أخرى خاصة بعد تضييع ضرب الجزاء من اللاعب براجا. ليجد رفاق اللاعب مبارقا أمامهم الفرصة للمبادرة الهجومية خاصة من اللاعب صحبي. من جهتهم زملاء اللاعب بالعباس أنهوا الشك باليقين وتحرروا نفسيا بتسجيل الهدف الثالث من توقيع البديل بنيطو، وهذا في الدقيقة 87، وفرحة وروح رياضية متجانستان.